ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع استضافة متميزة لنادي النجوم، نادي اسمنت حلوان بالدلتا، طبعا اللي احنا بنحب نرحب بيهم في الاستوديو. اول حاجة معانا كابتن باسم حربي، المدير الاداري لنادي اسمنت حلوان بالدلتا. بنرحب بحضرتك كابتن باسم. ومعانا طبعا كابتن باسم لسيف، رئيس الجهاز الفني لنادي اسمنت حلوان بالدلتا. بنرحب بحضرتك يا كابتن. وطبعا معانا اللاعب محمد سامي، لاعب نادي المجد وحارس لنادي بيراميدز سابقا. لا، ولاعب نادي بيراميدز السابق. ولاعب نادي بيراميدز وسموحه والاتحاد السكندري السابق. بنرحب بيك يا محمد. وطبعا معانا كابتن طارق عبد الشافي. بنرحب بيك يا طارق. طبعا يعني كان لينا استضافات كتير يا كابتن باسم معانا هنا في برنامج يوم في الخير، وكنت حابة ان انا اسأل حضرتك عن اول تساؤل، ايه الجديد او في نادي اسمنت حلوان اللي حضرتك تحب ان تنوه عنه؟ الحمد لله تم تسويق عدد كبير جدا في الفترة اللي فاتت. الحمد لله احنا بنعمل على اعداد وتأسيس اللعب. معانا منظومة على اعلى مستوى بقيادة الكابتن علاء السعيدي. معانا ايضا الكابتن باسم حارب المدير الاداري، شغل جامد جدا. معانا الكابتن عمرو، معانا الكابتن اسلام، معانا عدد كبير جدا من المدربين. مش عايز انسى حد طبعا، كلهم بوجه لهم الشكر. الموسم الجديد ان شاء الله احنا بنعمل على اعداد وتاسيس اللعيبه بشكل كويس، بحيث ان احنا نطلع لعيبه كويسين. عندي اربعه في منتخب مصر 2006 طالعين من نادي اسمنت حلوان. تمام، اربع اسماء طالعين من نادي اسمنت حلوان. تمام. طيب، بس هم دلوقتي يعني طبعا هم مش في اسمنت حلوان، هم بيلعبوا في الاهلي والاهلي والاهلي والانتاج الحربي ووادي دجله والكلام ده، بس هم اساسا طالعين من عند اسمنت حلوان. ما شاء الله، فالحمد لله ان شاء الله بالتوفيق يا رب دايما. طيب يعني لو هروح لحضرتك برضو يا كابتن باسم، يعني بصفه حضرتك مدير اداري، كتير جدا يعني فاكر انه ممكن ان احنا ازاي مثلا كابتن باسم حربي المدير الاداري لنادي اسمنت حلوان بالدلتا. طبعا كابتن باسم يعني لو في حد من هوايته الكوره، وفي نوادي طبعا واكاديميات كتير جدا، ازاي حضرتك يعني بصفه حضرتك مثلا كمتخصص في المجال ده، اولى الخطوات اللي بتدير بيها النوادي بحيث ان هي تتم وفق خطه جيده يعني؟ والله هو بيبقى طبعا بتنظيم مع الكابتن باسم السيف اللي هو رئيس الجهاز. تمام، بتتفرج على اللعيبه في الاكاديميات بتاعها، بيعجبك لاعب كده تتفرج على مثلا بتعملوا ماتشات وديه مع انديه ومع اكاديميات. اللاعب المميز احنا بنختاره وبنعرف نسوق. كابتن باسم ما شاء الله عليه، يعني مش السنه دي بس، من قبل كده مطلع لعيبه كتير جدا في الانتاج ومصر المقاصه، كل انديه مصر يعتبر هو بيدق لها لعيبه كويسه جدا من اول البرامج لحد نهايه الناشئين، وما شاء الله هو شغال شغل كويس جدا. وفي لعيبه السنه دي ما شاء الله في لعيبه كويسه جدا في الناشئين تستاهل منتخب مصر في النادي، مواليد 2003 و2004 و2005. طيب يعني لو هروح لتساؤل اخر مثلا عن ازاي النهارده انه البدايه الحقيقيه للاعب، يعني ايه اولى النصايح اللي حضرتك ممكن توجه يعني ترسلها مثلا للعيبه علشان يعني يتاهل لمرحله اكبر او نادي اكبر؟ اول هم لازم يكون اللاعب في المقام الاول غاوي كوره وهاوي كوره. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللاعب لازم يشتغل على نفسه مش مع المدرب بس، المدرب بيشتغل معاه في النادي، لازم اللاعب يشتغل على نفسه في البيت، يشتغل مثلا في جيم، يشتغل يأهل من نفسه اقوى. تمام، لما يأهل من نفسه هو بيساعد نفسه وبيساعد المدير الفني. تمام، وبيساعد نفسه وبيتأهل وبيتفوق في المجال بتاعه، في مكانه ياخد من المدير الفني، ياخد مثلا المدير الفني بيوجه له مثلا خطط، بيوجه له جمل تكتيكيه، الكلام ده لازم اللاعب يحافظ على نفسه، ينام بدري، يصحى بدري. طبعا الاكل المنظم، الحاجات اللي هي طالعه الاندوم والكلام ده طبعا ممنوع طبعاً. اصلا المفروض يعني لاعب الكره ممنوع ياكل الكلام ده اصلا عشان يبقى لاعب كره مؤهل اللي هو يلعب في احسن الانديه في مصر. وطبعا الكابتن باسم ما بيسيبش الكلام ده، بصفه مستديمه بينبه على الموضوع ده. اهم حاجه اللاعب يستوعب الكلام ده لانه هو لنفسه، هي اراده برضه يعني بالظبط لنفسه. ولازم يكون فيه متابعه في البيت برضه طبعا من والده ومن والدته على الكلام ده. التشجيع طبعا. طبعا كابتن باسم بصفه مستديمه بينبه وبينبه على الوالد وعلى الوالده وعليه بصفه مستديمه، فده اللي يأهل اللاعب ويخلي مستواه دايما في العالي. طبعا طبعا، يعني من الهوايه والتأهيل ممكن ناخد الخيط ده ونسأل طارق بقى. طارق عبد الشافي، انت كام سنه؟ 16 سنه. طب قرب المايك.
16 سنه. بدات من امتى يا طارق؟ من عندي 10 سنين. ما شاء الله. كانت ايه اولى الاكاديميات او نزل المحله مع الكابتن احمد حنقور؟ تمام. وبعدين رحت ابو علي عندنا في البلد، لعبت برضو دوري، بعد كده الكابتن طه ودانا عند الكابتن باسم حرب والكابتن باسم نسيه. لسه داخل النادي جديد؟ لسه ماليش 3 شهور. تمام. طارق عبد الشافي. تمام يا طارق. طيب يعني لو تكلمنا كده على اهم الصعوبات اللي واجهتك في البدايه، وازاي ان انت قدرت ان انت تتغلب عليها، يعني مثلا موقف حصل لك، مثلا قلت لا خسرت مثلا ماتش، او خسرت بطولة. انت الاول اتاهلت البطولات او ماتش؟ كنت بلعب مع بعض بطولات عليها 10 جنيه بطولات مع قرب المايك بس. بطولات مع اتحاد الكوره، ولعبت 3 سنين مع ابو علي، وبعد كده هم لغوا الناشئين. فوالدي قال لي بقى هنودي نجرب اخر مره، لو ما نفعش خلاص بقى نشتغل بقى ونشوف حد. طب وانت خلاص بقى دي كانت يأس بالنسبه لك ولا؟ الصراحة. وحاولت ان انت تكمل؟ حاولت ووصلت اكاديميات لحد ما وصلت للكابتن طه حسان، هو جابني هنا. تمام. طيب ايه اهم التدريبات اللي انتوا بتاخدوها في نادي اسمنت حلوان؟ يعني تدريبات والله الصراحه كلها قويه، كابتن باسم تدريباته قويه ومميزه وبتفيدنا وبنحاول نستفاد كتير منها. تمام تمام. طيب في بطولات انت مقبل عليها ان شاء الله داخل مشارك فيها؟ ان شاء الله شغالين في دوري كده، لان طبعا دوري القاهره واقف، فداخلين بعض الدوريات الوديه كده عشان تاهيل اللعيبه. لكن طبعا الدوريات كلها دلوقتي واقفه، بس هي ان شاء الله ترجع تقريبا الاسبوع الجاي يا محمد. تقريبا الاسبوع الجاي اول اربعه ان شاء الله. واحنا بننافس في الدوري ده كمان، يعني احنا بننافس بالبراعم وبالناشئين. بننافس منافسه قويه جدا كمان يعني. تمام. يعني احنا بننافس على المركز الاول والثاني. تمام. البراعم تمام، وعندنا هداف البطوله في البراعم لحد النهارده محمد حمودي، وعنده كدمه في الرباط. تمام. طيب يعني احنا برضو لو هروح لحضرتك، طيب قبل ما اسال حضرتك يا كابتن باسم، برضو هسال كابتن محمد سامي لاعب نادي المجد والحارس لنادي بيراميدز. لا، لاعب نادي المجد هو مش حارس، لاعب نادي المجد السكندري حاليا، ولاعب سموحه وبيراميدز والاتحاد السكندري وفاركس. تمام تمام. انت اولا كام سنه؟ انا عندي داخل في 16 وخلاص الشهر الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بدات بقى الرحله بتاعتك الكرويه دي من امتى؟ من زمان، مثلا من رابعه ابتدائي. ما شاء الله. انت يعني حد مثلا اهلك ليها مثلا مساعده؟ لا، هي موهبه، كنت بلعب كده مع اصحابي عادي. تمام. طيب لو تكلمنا بقى على اهم الحاجات اللي انت يعني الانجازات اللي عملتها. والله يعني الحمد لله رحت كذا نادي ولعبت في كذا نادي. تمام. ودلوقتي مبسوط في المجد جدا، لانه نادي محترم، كل الاجهزه فيه كلها كويسه. طبعا معايا كابتن احمد الروبي، وكابتن مجاهد، وكابتن صلاح اسمه ده، ورئيس النادي الحاج اسلام السياد، طبعا راجل محترم وبنحبه يعني، والنادي ده هو مريحني، فهو نادي كويس جدا وحابب ان انا اكمل فيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب يعني برضو يا كابتن محمد، ايه اكتر حاجه بتشوفها مثلا للعيبه ونفسك ان هي لا بتبقى حاجه سلبيه مثلا، او ان هي تتغير من وجهه نظرك؟ يعني شايفها ان هي مثلا منتشره جدا كده ما بين اللعيبه، سواء كانت مثلا ناشئين او براعم، ونفسك ان هي تتغير او ما تكونش موجوده؟ والله عموما اي حاجه غلط، اي حاجه غلط مثلا بتخليك تطلع بره عن اللي انت داخله وحاطه في دماغك، بره الكوره بقى حلم تاني. فاي حاجه غلط بيخليك تطلعي بره الاجواء اللي جواك عموما. طيب يعني انا مثلا لو سالتك سؤال بصراحه كده، عندك روح التعصب الشديد؟ بس يعني يعني المنافسه عارفين ان هي حاجه جميله جدا، لكن طبعا التعصب اللي هو بقى بيؤدي لمشاحنات او كره مش لدرجه الكره؟ لا، عندي بالنسبه اللي هو التعصب والشد وكده، فهو عندي وبزياده يعني. عندي وبزياده يعني. الكوره مكسب وخساره، بس احنا في المجد معودينا دايما ان ما عندناش حاجه اسمها خساره. بنلعب على المكسب وبس، مهما كان مين اللي بيلعبنا، كل الفرق محترمه، بس احنا بنلعب على المكسب وبس، هم معودينا على كده. فالخساره لما بنجيبها او بنخسر ماتش، فهو بيبقى زعل على الكل، ان احنا مش متعودين على حاجه اسمها خساره، احنا بنلعب على المكسب وبس. طبعا طبعا. طب يعني لو تكلمنا برضو على اهم الحاجات اللي انت مقبل عليها في الفتره القادمه، او احلامك في الفتره القادمه واللي نفسها يعني نفسك ان هي تتحقق باذن الله. والله ان شاء الله الاول حلم مهم ان انا اكمل في نادي المجد،
شاء الله والعب تمام وحط رجلي في اول طريق واخش منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني لو سالتك بقى كده مين اللاعب اللي بتشوفه بيبقى قدوه بالنسبه لك؟ والله هو كتير يعني اوله محمد صلاح عموما يعني طبعا عليه اقبال. تمام هو اجتهد وربنا اداله ان شاء الله كده بالتوفيق كابتن محمد وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. انا لو هروح لحضرتك تاني يا كابتن باسم، النهارده بنسمع كتير جدا عن مصطلح كابتن مثلا بيتقال لفظ شائع، انا حابه ان انا اسال حضرتك هل كلمه كابتن دي بتقال لاي حد ولا لازم مثلا يكون خريج اكاديميه معينه شهادات معينه؟ للاسف اي حد دلوقتي عايز يعمل اكاديميه ويبقى هو كابتن وهو ممكن ما يكونش لا يفقه شيء في الكوره. المفروض كابتن كوره ده يكون لاعب كوره تمام ماشي، يكون مثلا لاعب في نادي خد خبر التدريب خد دورات تدريب. اي واحد دلوقتي تيجي تبص عايز يعمل اكاديميه وعايز يبقى كابتن كوره علشان من اللي بيحصل تمام، لكن ما فيش عمره ما يبقى كابتن كوره لما يكون لعب كوره قبل كده طبعا، وعمره ما يبقى كابتن كوره لما يكون في دورات تدريبيه ليه تاهله للكلام ده. ما هو المشكله مش في التدريب بس، انت ممكن بتدربي بتعدي اعداد بدني للاعب ويبقى غلط على اللاعب سنه صغير سنه كبير، ما هو مش اي اعداد بدني لاي لاعب. البراعم لها اعداد بدني خاص تمام، الناشئين لها اعداد بدني خاص زي الفريق اللي هو اعداد بدني تاني خالص فاهمين ازاي. فمش كل واحد يقول انا كابتن طبعا لازم. طيب هل بيبقى في مثلا رقابه من الاتحاد الرسمي للكوره مثلا انه يعني على الاكاديميات دي؟ هو المفروض يبقى في رقابه اصلا يعني المفروض الطبيعي يبقى في رقابه، المفروض اي اكاديميه يبقى لها ترخيص طبعاً. المفروض علشان تمشي صح يبقى الاكاديمي ده تمام جايب ترخيص من اتحاد الكوره. معنى جايب ترخيص من اتحاد الكوره اللي هو بالفعل مدرب اصلا. يعني مش هيديني ترخيص في اتحاد الكوره لما اكون مدرب صح تمام، لكن هيجيب واحد لمؤاخذه من الشارع تمام يفتح اكاديميه ويدي له ترخيص. هو للاسف صعب. برضو شديد انه ممكن بعض الاكاديميات اللي هي بتبقى شهادات وخلاص مثلا بدون التدريب الفعلي بالظبط. اصل الاكاديميه ممكن انا اطبع شويه كروت ليا وبتاع واعمل شويه استمارات وبقى ايه صاحب اكاديميه تمام تمام، هي دي المشكله تمام. فطبعا من رابع المستحيلات واحد يكون مش فاهم كوره يدرب من رابع المستحيلات، وبناء عليه بيجي اساسا بيجي اللاعب تمام. لو جاي من اكاديميه واحد مش فاهم ورايح نادي معدوم اللياقه، ما فيش لياقه بدنيه، ما فيش جمل تكتيكيه فاهم، مش فاهم مكانه مش فاهم مركزه غير مكان ما الراجل بيلعب في نادي طبعا. يعني محمد هو بيلعب في نادي بيقول طموحاتي ايه، مش اشكر في المدربين اللي هو لا هو المدربين دولت مش بيدربوه صح، مش اشكر في حد صح تمام. فهو عايز يبقى ايه بناء على اللي هو بيعمله والتدريب اللي بياخده من المدير الفني تمام، والفكر بتاع المدير الفني هو اللي وصله اللي هو يقول انا عايز اكمل يعني في نادي المجد، نادي محترم جدا لسه بادئ، مش بقول للاهلي، بقول عايز اروح من المجد منتخب مصر. يبقى ايه بناء على اللي فيه تدريب صح في النادي فيه مدير فني، ودايما لما يكون كمان الاساس صح بندي كمان والمدير الفني أفضل. كمان لو هو بيحبب اللعيبه طبعا فيه هو قبل اي حاجه هتلاقي فيه روح قتاليه عاليه روح جدا الفريق طبعا. احنا عندنا الفرقه بتاعتنا تمام، ما فيش واحد فاهم مش كويس. ابراهيم الطنبوري، احمد مهدي، خالد بيبو كان بيلعب في تركيا تمام، لعب في غنيشلي ولعب في بشكتاش التركي، كابتن باسم اللي كان موديه تمام. عندنا طارق ما شاء الله لسه جاي ما شاء الله، عندنا مش عايز انسى حد، علي عطيه مش عايز انسى حد، عندنا لعبة كويسه طبعا. جدا و2007 يعني عندنا لعبة كويسه جدا، عندنا احمد الزفتاوي ده منتخب مصر يا كابتن باسم راس الحرب، واحمد عبد الفتاح ما شاء الله كابتن باسم متبهر بيه اصلا يعني متبهر بالناس دي ما شاء الله. ده عشان في تدريب والناس بيشتغلوا على بعض بيشتغلوا صح طبعا. بس على كلام لو كانت العقليات بتاعت اللعيبه في السن بتاع محمد سامي نفس يعني نفس الدماغ دي اعتقد ان هيبقى عندنا جيل كويس جدا ما شاء الله. الراجل بيتكلم دلوقتي ان هو عايز يروح منتخب مصر مش من النادي الاهلي، لا هو من نادي المجد السكندري. انا بقدم تحيه لكل المدربين في القطاع هنا ان هم اجبروني واقول كده، مش اجبروك لا هم اجبروك حبا اجبروني كحبا للتدريب. يعني هو حتى طموحاته يقول لك انا هطلع من المجد على منتخب مصر طبعا.
طبعا يعني هو راسم حلمه الاول في المجد النادي اللي عمله طبعا. وحلو قوي روح الانتماء للفريق. تحيه لكل المدربين طبعا 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 يعني. واحنا في النهايه يعني بجد سعداء جدا بوجودكم معانا. طبعا كان معنا كابتن باسم حربي المدير الاداري لنادي اسمنت حلوان بالدلتا. بنشكر حضرتك جدا يا كابتن باسم. وكابتن باسم لسيف رئيس الجهاز الفني لنادي اسمنت حلوان بالدلتا بنشكر حضرتك جدا. وطبعا اللاعب المتميز كابتن محمد سامي والبراعم طبعا طارق عبد الشافي. ودلوقتي مشاهدينا هنطلع فاصل مع تاني فقراتنا وهي براعم نادي اسمنت حلوان بالدلتا. انتظرونا. عزيز ده احد افراد اللجنه المسؤوله عن المشروع. طلباتكم ايه في المشروع يا استاذ عزيز؟ كلهم بجهده بكلمتي بمالي بتبرعاتي بدعواتي بالمساعدة المادية والمعنوية من حديد من أسمنت من رمل من زلط. وجزاكم الله خيرا. وطبعا ده مشروع يهم البلد ويهم القرية كلها. فلابد ان احنا لازم نتعاون كلنا مع بعض لهذا المشروع يعني اللي هيبقى للأجيال القادمة فيما بعد. وجزاكم الله خيرا. شكرا استاذ عزيز. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع فريق البراعم نادي اسمنت حلوان بالدلتا اللي احنا نحب ان احنا نعرفهم. اول حد معانا ادم محمد وابراهيم موسى ومصطفى رامي وحمزه السيد ومحمد احمد وطبعا كابتن باسم لسيف ومعانا احمد شهدي ومعانا عبد الرحمن محمد. اولا يعني منورنا ببرنامج يوم في الخير. وحابه بقى ان انا ابدا مع ادم صح؟ طيب بقرب المايك كده ادم عرف نفسك بقى اكتر. اسمي ادم محمد مواليد 2010. اتولدت في لعبت في نادي اسمنت حلوان لسه اول موسم ليا وبلعب باك يمين. دخلت من امتى بقى يعني النادي؟ في بدايه الموسم. انت رحت اكاديميات تانية قبل النادي ولا ده كان اول حاجه ليك؟ رحت بس اكاديمي قرب المايك بس. اكاديميات مش نادي. رحت اكاديميه عاديه. اكاديميات يعني قد ايه كده مثلا لعبت فيها؟ رحت شهرين ثلاثه كده. تمام. طيب لو هروح انا لابراهيم موسى. كم سنه يا ابراهيم؟ 14 سنة. ما شاء الله. بدات من امتى؟ وانا عندي 8 سنين. مين اللي شجعك ان انت تدخل ال ابوي بابا هو اللي شجعك. بالنسبه لنادي اسمنت حلوان كان اول نادي بالنسبه لك ولا انت رحت اكاديميات تانية؟ لا رحت اكاديميات كتير. طب دخلت بطولات او شاركت في بطولات؟ دوري واحد بس بطولة. وكانت ايه النتيجة بقى؟ طلعنا من ربع النهائي. تمام. بس ده يعني اثر عليك بقى بالسلب ولا قلت لا انا لازم برضو هجتهد تاني وباذن الله المرة الجاية هكسب؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لو هنروح بقى لمصطفى رامي. اسمه مصطفى رامي. تمام. كم سنة يا مصطفى؟ 12 سنة. 11 12 12 سنة. طب انت مكسوف ليه؟
تمام يا مصطفى. قول لي يا مصطفى، دخلت بطولات؟ لا. لسه الموسم الكام؟ الموسم اللي احنا فيه. بطولات الموسم الحالي مش قبل كده. اول موسم. لسه اول الموسم. هو لسه جاي جديد وبنلعب حاليا في، كنا بنلعب دوري القاهره بس توقف، بنلعب في دوري اسمه دوري الحريف ودوري اتحاد شمال القاهره. تمام. طيب كلمني بقى كابتن باسم، ايه التدريبات اللي انتوا بتعملوها؟ هل بتبقى صعبه بالنسبه لكم؟ هل كابتن باسم بيبقى شديد معاكم حتى لو هو قدامك بتقول الحقيقه برضو؟ لا، هو ساعات بيبقى شديد وساعات بيبقى معانا كده بس يعني معانا. بس انت عارف ان الشده دي علشان خاطر انه يمرنكم اكتر. تمام. مين اكتر لاعب بتحبه؟ هو محمد صلاح. محمد صلاح. ومين تاني؟ واشرف بلشارك. تمام. طيب انت ايه حلمك؟ ايه حلمي؟ ان ابقى اطلع لاعب كوره كبير. ان شاء الله ان شاء الله يتحقق يا مصطفى. طيب حمزه، ادي المايك لحمزه. حمزه السيد. حمزه السيد كام سنه يا حمزه؟ 13 سنه. 13 ما شاء الله. طيب دخلت نادي من امتى؟ هو بقاله شهرين ثلاثه معاك. نسيت ولا ايه؟ نسيت. بقاله شهرين. بقاله شهرين. بقاله شهر لسه البدايه ليك. ده كان اول حاجه النادي ليك ولا دخلت اكاديميات ثانيه؟ رحت اكاديميات ثانيه. اكاديميات ثانيه. تمام. هل بقى انت يا حمزه يعني معتمد على النادي بس ولا انت برضو بتتدرب مع نفسك مثلا في البيت او؟ مش بتتدرب؟ مع كابتن باسم. بس مع كابتن باسم. تمام. طيب لو انا هروح بقى معانا محمد طه. محمد احمد طه. محمد احمد. محمد احمد طه. كم سنه يا محمد؟ 14. 14. بدات من امتى في المشوار الكروي؟ من عندي 7 سنين. ما شاء الله. مين بقى اللي اهلك للنادي او دخول الاكاديميه؟ بابايا ومامتي، هما الاثنين كانوا قاعدين بيقولوا تعالى اوديك اكاديميه براعم عندنا في البلد. وبعدها رحت النادي، وبعدها البراعم يعني الاكاديميه، وبعدها يعني رحت بقى نادي بعديها. مضيت في نادي اتحاد الشرطه، وبعدها رحت بقى اسمنت الهلال مع الكابتن باسم. تمام. طيب يعني انا لو سالتك يا محمد، هل ده بس بصراحه يعني بيأثر مثلا على مذاكرتك ولا انت بتاخده؟ وانا باخده برضو يعني كهوايه وتحفيز. ايوه. هو يعني ماما بتقول لي مثلا روح مثلا تمرينتين في الاسبوع او ثلاثه، وبعدها الباقي بقى على طول مذاكره. تمام. فده المفروض ان هو ما ياثرش عليك. طيب ايه اهم البطولات اللي انت شاركت فيها؟ هل شاركت في بطولات او؟ شاركت في دوري القاهره ومع كابتن باسم برضو قبلها في الموسم اللي قبل كده، وبعدها شاركت في دوري اسمه الحريف وبس. تمام. طيب يعني ايه اكتر نادي انت بتحبه ونفسك ان انت يعني تتأهل لي، او اكتر لاعب او شخصية انت بتحبها جدا ونفسك تبقى زيها في المستقبل؟ وان شاء الله نفسي ابقى العب في النادي الاهلي وابقى زي مثلا محمد هاني. ان شاء الله. عشان بلعب المركز بتاعه باك يمين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا محمد تحقق كل احلامك باذن الله. طيب يعني انا لو هروح لحضرتك برضو يا كابتن باسم، دلوقتي احنا معانا فريق براعم ما شاء الله. هل فريق البراعم ده ايه الوقت يعني بياخد مثلا تدريبات على مدار الاسبوع؟ وهل مثلا التدريب اليومي ده بيكون بمعدل كام يعني وقت قد ايه؟ هو حضرتك قد إيه طبعا في اليوم؟ عشان خطر الكورونا. ماشي. وعشان خاطر برضه في دروس والكلام ده، فاحنا ما بنضغطهمش يعني. احنا المفروض مثلا 3 ايام في الاسبوع احنا بنمرن يومين، على اساس ان كل ولد فيهم مثلا بيلعب في اكاديميه بيتمرن في البيت شويه، فاحنا بنمرن يومين على اساس ماتش الدوري برضه ادي 3 ايام في الاسبوع. انت عارف حضرتك طبعا ان في دروس شغاله وكورونا، فبنحاول برضه ان احنا يعني بنمشيها واحده واحده. طبعا لا انا بتكلم عموما يا كابتن باسم على الوضع العام، يعني مثلا بصرف النظر عن كورونا دلوقتي، ده دلوقتي مثلا ناشئين بيبتدي مثلا من عمر 7 سنوات، هل عمر 7 سنين مثلا بيكون ليه نفس التدريب في الوقت التدريب اليومي اللي مثلا لعمر 12 ولا؟ لا طبعا الوقت مختلف.
يعني مثلا لو 7 سنين بنبدا مع التدريب الوقت مختلف، ممكن من 7 سنين ده خد له ساعه بس، من سبع أو اقل من ساعه على حسب مجهود بدن الطفل او المجهود للطفل للاسف. تمام. لكن النشأ طبعا لا بيختلف، في بدني وفي فني وفي تكتيكي وفي خططي، فالموضوع بيبقى مختلف شويه. طبعاً. طيب يعني انا لو هروح بقى لاحمد شوقي، معلش ادي له على فكره احمد شوقي كابتن فريق 2009 في النادي، او كابتن فريق 2009 في النادي ما شاء الله. احمد شوقي معانا وعبد الرحمن محمد، عرف نفسك اكتر بقى يا احمد، يعني عرف كده المشاهدين انت مين بقى. اولا انت عندك كام سنه؟ 12. كلمنا بقى، بدات من امتى المشوار بتاعك؟ ايه اهم من 6 سنين. من 6 سنين. طب ايه اول نادي دخلته او اكاديميه اتدربت فيها؟ اتدربت في 3 اكاديميات، بعدين رحت مع كابتن باسم في اخر اكاديميه. تمام. طيب ايه بقى الانجازات بتاعتك؟ يعني قول لنا كده عن مشوارك الكروي كده. اما كسبنا مصر المكسر 4-0. ما شاء الله. شاركت في هو جاب 4 اجوال، جاب 4 اجوال في الماتش. ما شاء الله ما شاء الله. طيب مين اكتر لاعب بتحبه يا احمد؟ محمد صدام. انت خدت وقت شوية. طيب كلمني بقى على اكتر موقف صعب، يعني كان نفسك ان انت حصل لك في حياتك وزعلك او اتضايقت، وازاي ان انت بقى يعني خرجت من الموقف ده؟ لما خسرنا من الجزيرة. طيب كان ايه بقى سبب الخسارة من وجهة نظرك كده؟ الحارس. ايه؟ الحارس المرمى. حارس المرمى. الحارس المرمى. حارس. طيب المرمى. ماشي. لو هروح لعبد الرحمن، كم سنة يا عبد الرحمن؟ 12. بدأت من امتى؟ عندي 6 سنين. ما شاء الله. طيب مين اللي وجهك بقى للنادي او ان انت تدخل يعني تلعب بكورة وتحترف؟ بابا وماما. بابا وماما. تمام. طيب بدأت من امتى مع كابتن باسم؟ من عندي 8 سنين. ما شاء الله. ايه البطولات اللي انت دخلتها او دخلت مع كابتن باسم؟ في دوري الحريف ودوري القاهره. طب كلمنا عن الدوري ده، عملت ايه؟ الحمد لله انا بقى في دفاع وبنسد مع الفرق. تمام. مين اكتر لاعب بقى بتحبه؟ محمد صلاح. محمد صلاح برضو. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي. تمام. طيب لو هروح لحضرتك يا كابتن باسم، على يعني زي ما انا ما اتكلمت طبعا مع كابتن باسم حربي، على انه مصطلح الكابتن ده كان يعني منتشر جدا، وان اي حد مثلا ممكن ان هو يقول ان انا كابتن، وان هو ينشئ اكاديميه او نادي مثلا لتدريب كره القدم. حابه ان حضرتك تقول لنا على الاساسيات اللي هي فعلا بتأهل اي اكاديميه او اي نادي للصعود للقمه. اساسيات. الاساسيات ان انا اجيب مدربين كويسين، ده رقم واحد. ادوات التدريب تكون كامله موجوده. تمام. مش اجي مره لما اخذ الاقي كورتين ولا 3. انا كنت شغال في نادي ما بحبش اذكر اسمه. تمام. كنت شغال في النادي ده، كنت بروح عشان مره ما كنتش بلاقي كور. نادي درجه ثالثه. وكنت ماسك فيه منصب كبير. انا سبت النادي مش عشان خاطر مرتبي، ولا انا سبت النادي ده عشان خاطر انا مفيش اهتمام. مفيش اهتمام. هو كل المغزى المستثمر همه بس يجمع فلوس من اللعيبه وخلاص على كده، مش عايز اكتر من كده. تمام. تمام. طبعا احنا للاسف الشديد الوقت بتاعنا خلص طبعا مشاهدينا. طبعا كان معانا فريق البراعم محمد احمد وادم محمد وابراهيم موسى ومصطفى رامي وحمزه السيد واحمد شهدي وعبد الرحمن محمد، وعلى راسهم كابتن باسم لسيف رئيس الجهاز الفني لنادي اسمنت حلوان بالدلتا. شرفتونا ونورتونا جدا. ودلوقتي مشاهدينا وصلنا لاخر فقراتنا، ونحب نقول انه يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير. يوم في الخير بكرة أحلى، والدنيا لسه بخير. يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير. في حفظ الله.